مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا لنتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. نظمت إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية الحفل الختامي لبرنامج القراءة الكبرى. النهاردة كنا عندنا الحفل الختامي بتاع برنامج القراءة الكبرى في مكتبة اسكندرية. ده برنامج بقالنا 9 سنين مكتبة بتنظمه. السنة دي سنة 9. كان عبارة البرنامج عن قصة أو رواية أدبية بنختارها، وبيكون حوالين النشاطات عدة نشاط حوالين القصة دي أو الرواية نشاطات. ابتدينا البرنامج في 18 يونيو 2017، يعني من 4 شهور، واشتغلنا ال4 شهور دول على عدة ورش ومسابقات. كان معانا مسابقة الرسم، مسابقة التصوير الفوتوغرافي، وكمان مسابقة الكتابة، كتابة المقال. وكان في عدة ورش، منها ورشة المسرح اللي النهارده هتسجلوا معانا فيها 4 مسرحيات، 4 عروض مسرحية، 4 قصص قصيرة اللي هي سارق الكحل والفراش الشاغر وكأنا وامرأة مسكينة. الحقيقة الورشة اشتغلوا فيها ناس كتير جدا، وفي ورشة الموسيقى كمان ألفت الموسيقى اللي بتعرض عندنا في ال4 العروض دي. العروض كلهم مميزين، أهم عرض فيهم وفعلا سابقة للمكتبة العرض بتاع الصم والبكم وضعاف السمع. هي الأول مرة بيقام عرض لضعاف السمع والصم، إنهم بيعملوا عرض وبيترجم بلغة الكلام عشان الجمهور يفهمه. حضرتك عايزة في إيه؟ لأنه مشغول جدا النهاردة. عايزة في موضوع شخصي، ممكن بس تقولي له مراتي المرحوم فؤاد؟ طيب دقايق هدخل ابلغه. اتفضلي اقعدي معايا. حرص متحف الآثار بالمكتبة على تطوير العرض المتحفي وإدارة مجموعات الأثرية، فتعالوا معنا لنرى هذا التطوير. طبعا عندنا قطع أثرية مهمة جدا كانت موجودة في أماكن يعني مش بتحظى برؤية كويسة بإضاءة كويسة، فتم تغيير بعض الآثار دي وإخراجها مثلا من الفترين، وده نعمل حاجة اللي هي المين أكس، محور أساسي للمتحف، بحيث إن الناس تبقى واقفة برة وشايفة الآثار المعروضة فتبقى نقطة جذب ليهم عشان يدخلوا المتحف ويزوروه. حجر رشيد ده بقى شيء مهم جدا. احنا عندنا نسخة من حجر رشيد موجودة من المتحف اليوناني الروماني، فتم اتفاق يعني على عرضها ك يعني نموذج بيعبر عن حاجات مهمة جدا في مصر القديمة وفي علم المصريات، ألا وهي اكتشاف علم المصريات. فاحنا حبينا نحط برضو نموذج يكون في الصدارة وفي المقدمة كي يتم شرح قصة الحضارة المصرية القديمة عليه أول ما الزائرين بيجوا. طبعا هو شيء جميل ان احنا عندنا طبعا موقع مكتبة الاسكندرية، المتحف ده يعني أسبق على المكتبة، لان طبعا تم حفائر في هذا الموقع وتم اكتشاف أسعار فيه، وهذا يعد في رأيي هو المتحف الوحيد اللي موجود في العالم في مكتبة. فهذا الموقع اكتشفت فيه قطع من الموزايك أو موزايك من عصر البطالمة، هم عبارة عن قطعتين، واحدة بتمثل كلب والتانية بتمثل 2 بيتصارعوا، لكن هم مش مكتملين يعني الشكل بتاعهم ناقص، يعني الحفائر طلعتهم بهذا الشكل وتم ترميمهم على أعلى مستوى ومعروضين في موقع مكتبة الأسكندرية داخل المتحف، وهما أثار متميزة للغاية.
فطبعا احنا فكرنا ان احنا نحط الصور لهذه الحتتين اللي هم او الحتتين دول المزيك بحيث يبانوا للزائر بشكل مكتمل. وكنا بنحط حاجه بسيطه جدا لشكل الاثر بشكل حضرتك تحسسي عليه كده تعرفي يعني، بس كان جاست لبعد واحد. احنا دلوقتي عملنا 2D بحيث ان دلوقتي الغير مبصر يقدر يشوف الاثر ويحسس عليه ويشوفه في الاصل ايه ويستمتع. عملناه في ثلاث حاجات بشكل يعني في البدايه اللي هو التمثال بتاع القرد اللي هو الاله تشحوتي، وتمثال تاني صاير الايبس برضو الاله تشحوتي، وتمثال الطفل النائم. فدول عملناهم كتجربه والحمد لله لقت صدى طيب جدا. مشاهدينا، ندعوكم للحضور والمشاركة في الفعالية والأنشطة التي تقدمها المكتبة خلال الأسبوع القادم. ولمتابعة الأحداث والفعاليات التي تقام بالمكتبة زوروا قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب. ولمزيد من المعلومات وللتعرف على كل ما هو جديد بمكتبة الإسكندرية زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.bibalex.org. وانتظرونا الأسبوع القادم حلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.